أهلا بكم في المواصفات السعودية. هنا مختبر السلامة للمنتجات الكهربائية. نقوم بعدة اختبارات للتأكد من سلامة المنتج الكهربائي وفقا للمواصفة القياسية 60335. من أهم المنتجات التي نقوم باختبارها المدفأة الكهربائية، الكاويات الكهربائية، الغلايات، الخلاطات، ومكائن الحلاقة وغيرها الكثير. كما نقوم هنا في وحدة السلامة المنتجات الكهربائية بعدة اختبارات على عدة منتجات، منها الأفياش والتوصيلات والشواحن والكابلات وفقاً للمواصفات القياسية السعودية للتأكد من جودتها وسلامتها.